54 تعهد اللي تعهد بها المواطنين في انتخابه، واستنتجنا باللي في ربع سنين هذه اللي فاتت ياك مجمل التعهدات تاعه اوفى بها، ولا يخفى عليكم انه ياك نهار اللي جا الرئيس هذا لقى البلاد ياك رايحه تروح الهويه، والحمد لله استرجعت قاع الامور نتاعها امنيا اقتصاديا اجتماعيا، وزاد فيها حوايج اللي ما كانوش الناس يتخيلوها، لا في البلدان الكبيره مثال منحه البطاله للشباب، منحه البطاله للشباب، المواد الغذائيه كلها اللي كانت ياك كانوا الجماعه اللي سابقين قدامه كانوا يقولوا باللي البلاد ياك ما عندهاش امكانيات باش توكل شعبها، والحمد لله المواد في عين قزام والجزائر في العاصمه نفس وخاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع.